استقبل معالي السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى. خلال اللقاء نوه رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بعمق العلاقات القوية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتي تحظى برعاية مميزة من لدن قيادتي البلدين، مشددا على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى ضرورة رفع وتيرة تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية الفضلة بين الجانبين في كل مجالات العمل التشريعي. هذا ووقعت الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين والأمانة العامة لمجلس المستشارين بالمملكة المغربية مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني، وتهدف الاتفاقية إلى وضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات ومتابعة علاقات المجلسين مع المنظمات البرلمانية الدولية والتنسيق فيما بينها. كما تسمح المذكرة بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين. إلى للتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتوطيد علاقات الأخوة والصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، ورفدا للحراك الديمقراطي تشرفنا باللقاء بالسيد نعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني والأمانة العامة لمجلس المستشارين المغربي. الهدف من هذه الاتفاقية هو العمل البرلماني المشترك ومتابعة علاقات المجلسين بالمنظمات البرلمانية الدولية والتنسيق بينهما وتبادل الخبرات لتطوير الأداء البرلماني، وكذلك عقد المؤتمرات وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية.